قرا يا هلال، قرا ايه؟ ده احنا بقينا نقعد في الارشيف اكتر ما بنقعد في مكاتبنا. ما هو ده شغل وده شغل برضه يا دراس. شغل ايه ده؟ بقول لك يا هلال، افضل حاجه ان انت تنسى موضوع مريم والمذكرات بتاعتها دي خالص. انت مش قلت لي قبل كده ان مريم دي كانت بتتعالج عند دكتور نفسي؟ يعني الله يرحمها كانت لاسعه، ما ينفعش تثق في اي كلمه هي كتبتها. في اللقاءات اللي انا شفتها لمريم كان يدل على انها في حاله معنويه كويسه، كانت متفائله باللي جاي. انا بس لو لقيت اي قضيه من القواضي اللي كتبت عنها مريم هحس ان انا ماشي صح. قواضي؟ قواضي يا جدع انت؟ هي ممثله ولا محاميه؟ هلال يا اخويا خلينا نركز واكل عيشنا احسن. اكل عيشنا؟ انت ليه محسسنا ان احنا بتوع طرش؟ الله، ما ده شغل وده شغل برضه. يلا دور معايا يمكن لها حاجه تخص مريم. يا جدع انت، هو مش مؤلف الروايه قال لك ان هي كانت متاثره قوي بالشخصيه اللي كانت هتمثلها في الفيلم؟ عشان كده كتبت الاسامي برموز وحروف. يعني حتى يا هلال لو الكلام بتاعها حقيقي صعب جدا انك توصل للاسماء اللي هي ذكرتها. ما انت لو قريت البلاوي اللي في الكتاب كنت اهتميت. انما نقول ايه؟ الاهتمام ما يطلبش. لا ما اسمحلكش. لا لا انت ايه هتسوق فيها ولا ايه؟ وصلك الاهتمام ما يطلبش الكلام ده؟ طب انا هسيبك بقى واروح اشوف اكل عيشي. اكل عيشك؟ اه. طب بكره تيجي بدري عشان ترش قدام المحل. تتريق عليا هلو؟ سلام، انا هسيبك في الوهم اللي انت عايش فيه ده، وانا مش عارفك يعني. سعيد غنام. هو اللي مضى على موافقة الدخول وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. سين غين. سعيد غنام. حاجة من الاتنين، يا إما الراجل ده مظلوم زي ما المذكرات بتقول، يا إما مكتم على الفلوس عشان محدش يسأله من أين لك هذا. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعيد غنام بالسجن المؤبد لما نسب إليه من تهم. الله العظيم ما عملت حاجة، أنا بريء والمصحف الشريف بريء، ما عملتش حاجة، أنا بريء والمصحف الشريف بريء، والله ما عملت، والله العظيم ما عملت حاجة، والله ما عملت، أنا بريء حاجة والمصحف الشريف بريء، والله ما عملت حاجة، والله العظيم ما عملت حاجة. فيها رانيا؟ انا مش قلت لك انا ما بحبش حد يتكلم وانا بشرح؟ يا مستر انا ما اتكلمتش والله. اطلعي بره واستنيني في اوضه المدرسين. مين الشاطر اللي هيقول انا كنت بقول ايه؟ بس انا حاسه ان استاذ هلال مش طايقني. بالعكس ده بيشكر فيك قوي، بس هو في حاجه مهمه شغلها اليومين دول. طب لو محتاجني في اي حاجه انا جاهزه انزل معاه والله. طب خاف على نفسك بقى، هلال ليه مقال اسبوعي بيقلب الدنيا، يعني لو حابه تنزلي معاه تخلي بابا يحضر لك محامي من دلوقتي. ادخل. استاذ دراز، الصحفيين زمانهم وصلوا بيغطوا حادثه الدائري، في حد ينزل معايا ولا اروح انا اصور واكتب كل حاجه بقى بنفسي؟ مستعجل على الشغل قوي يا اختي؟ اهو جه لغايه عندك ومش مع اي حد، مع حد ذكي. تنزلي تغطي الحادثه دي؟ انزل طبعا انزل يا استاذ، اعتبرني وصلت لهناك. خلي بالك منها يا ذكي. متقلقش يا رياسه، في رقبتي زي كاميرتي، تعالي يلا.
ايوه يا سيدي مشيت خلاص، مستنيك في الجنان. يا ايوه تعالوا اخلص. ايوه كده. يا حسام ابو نسب اللي وحشني، بتضحكني معاك. ابدا يا سيدي، اصل بتفرج على فيلم رعب من اللي بيضحكوا اللي انا بحبهم. تصور قطع له رجله وهو صاحي عشان يعيشه المعاناه، ما شربوش بقى دمها. لا هي معاناه فعلا. بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم. ايه؟ خير يا سيدي خير. بقول لك ايه، ما تقوليش ان صابرين انتحر التاني. لا لسه، انا عندي واحد زميلي مدرس معايا من بتوع قال الله وقال الرسول، وشاكك كده ان هو من الجماعات اياها. يا راجل، طب بقول لك ايه، اديني اديني اسمه كده. ادخل. استاذ هلال. ايوه. انا منظور شكري، لواء سابق في وزاره الداخليه. امر. الحقيقه انا كنت عند الاستاذ دراز دلوقتي وقال لي انك مدير التحرير وان نهى بنتي بتشتغل مع حضرتك. نهى منظور، اهلا وسهلا، اتفضل. اشكرك يا فندم. الحقيقه انا ودراز اصحاب من زمان. نهى بنتي اول ما اتخرجت من الجامعه كلمت لها رؤساء تحرير كتير عشان يشغلوها، لكن للاسف كانت مجرد تعرف ان انا موصي عليها تروح سايب الشغل. فكلمت لها دراز عشان ياخد باله منها وما يبينش انك انت موصي عليها. بالظبط كده يا فندم، وارجو ان ده يبقى سر بينا. طبعا حضرتك مقدر خوفي عليها قد ايه؟ انا مقدر طبعا. ايه المطلوب مني؟ ادخل. استاذ هلال، انا كنت جايبه لحضرتك. بابا تاني؟ نهى افهمين، انا كنت جاي عشان تطمن على الطفله. نهى ما فيش داعي للكلام ده، والدك وخايف عليك زي اي اب. انا مش صغيره يا استاذ هلال عشان احتاجه يراقبني في كل حته اروحها. لو حضرتك جاي عشان توصي عليا فشكرا، ما كانش له لزوم تتعب نفسك. نوها فاهميني، انا غلطان، بس انا عايزك تبقي مرتاحه. وهي فين الراحه دي؟ انا مش عايزه منك توصيه في اي حاجه في حياتي. ما يهمكش، انا هتكلم معاها.